وسعداني غادي ندير واحد الوقفة تأملية إن شاء الله على سيدنا رمضان، هذا الشهر الفضيل عند الله اللي حسناته كثيرة، اللي أي واحد في العباد كيسعى خلاله باش تقل موازين الحسنات دياله. هو أيضا شهر ديال تقرب من الذات، من الروح، من النفس، من إعادة النظر في مجموعة الأمور. يعني كل واحد فينا كيقول شنو اللي درت غنديرو، شنو الأمور اللي ربما غادي نخصص لها وقت كبر، نصالح مع راسي، نصالح مع الناس. اليوم غادي نتكلموا معك في اطار هذا، يعني هذا اش غنقول، هذه الشحنه، هذه الايجابيه ديال شهر رمضان. غادي نهضروا كذلك على التسامح. معروف على انه هذا الشهر كل شيء كيبغي يدخل بالخيط الابيض، واللي قلبه مغير من شي حد او شد حسيفه على شي حد او مخاصم مع شي حد، كنطلبوا منه كندعيوا معاه بالثواب وبالمغفره وبالرحمه، الرحمات ثم الرحمات ثم الرحمات. اليوم غادي نهضروا معك ايضا على قيمه التسامح. شنو هي اهميه هذه القيمه هذه في هذا الشهر بالضبط؟ هذا الشهر حنا الحمد لله يعني بالنسبه لنا حنا المسلمين بحال كنقولوا هو ورس العام ديالنا، يعني ذاك الشهر اللي كناخذوا فيه تغييرات مختلفه في حياتنا. بحيث علاش كنعتبروا بلي هذا الشهر بحال كنقولوا غير بيننا وبين نفسنا، كنقولوا الشياطين راها مصطفاده كنضري قفرتها الا غلطت في الكلمه. المهم هو انها مقبوطه وانها ماشي هي اللي كتاثر في نفسيتنا وفي تصرفاتنا. يعني بحال كنعتبروا بلي هذا هو الشهر اللي نقدروا نصلحوا فيه أخطائنا بواحد الحرية أكبر، بحيث غادي نضربوا غير مع نفسنا وغادي نلقاو الحلول باش نديروا التغييرات اللي خصها الدار في حياتنا باش تزيدنا للقدام. دونك الشهر ديال رمضان الحمد لله هو وقفة، بغينا أو كرهنا يعني الأغلبية الناس الحمد لله كيعيشوا على أنه وقفة مع النفس، أن ما غاديش غير ندوزوا مرور الكرام باللي ضروري. شحال من حاجة كنكونوا ما كنديروش كنقولوا إن شاء الله شهر رمضان غادي نديرها، مثلا ربما ما كنكونش منضبطة في قراءة القرآن كنقول إن شاء الله في شهر رمضان غادي نختم، كنكونوا ربما بعض المرات ما كنصليوش شي في الوقت كنقولوا بعدا ان شاء الله شهر رمضان غنبدا نشد الصلاه في وقتها باش نقدر نستمر بها. يعني كتكون بدايه ديال واحد العدد ديال التغييرات اللي فيها بزاف ديال الروحانيات وفيها تغييرات في المعاملات. ومن بين التغييرات الكبيره هو ان حتى الا كنا كنكونوا كنتناساو او لا كنتعطلوا على صله الرحيم، الحمد لله في رمضان يعني واخا هكذاك الاغلبيه الناس على الاقل غنهزوا التليفون ونقولوا كلمه طيبه ونباركوا نسولوا في الآخرين، يعني أن كيكون فرصة لصلة الرحيم، كيكون فرصة للعطاء. يعني الحمد لله في شهر رمضان كل شيء باغي يعطي، كتلقي الناس يعني عندهم واحد العفوية في العطاء أكثر من الشهور الأخرين. الحمد لله الخير موجود، الديور كاملة كل كيتقاتل باش الطبيلة ديالو تكون زوينة. يعني أولا تعطي لوليداتك داك المنظر الزوين، ولكن حتى تعطي للناس الأخرين، الناس الفقراء، الناس المحتاجين. إذن العطاء وعاد التسامح اللي احنا بغينا نهضروا عليه اليوم هو ان فرصه كبيره باش ان في شهر رمضان الحمد لله الواحد يعاود يشوف، يعاود يقاد شويه الوريقات ديالو. لان التسامح الناس كتشوفوا ديما باللي بحال كنعطيوها للاخر، هو راه في الحقيقه واحد الهديه كنهديوها لنفوسنا. ولا فهمناها بحال هكا كلنا غنوليو حنا كنجريو للتسامح، ما كنتسناوش اللي قلنا وصافي سامح له، وصافي ما ديرش شي في بالك، وصافي ما تهش شي في قلبك الى اخره. ملي كنقولوا ما ديرش في بالك، ما تهش في قلبك، يعني فين كنهزوا هذاك البغض، فين كنهزوا الحقد، فين كنهزوا الكره، كنهزوا عندنا. وهادشي كله شحنات سلبيه، وانت يلاه قلتي الحمد لله حنا باغيين نخرجوا من رمضان بشحنات ايجابيه. اذا هاد الشحنات السلبيه راه ما كتبقاش يتقيس الاخر، راه يمكن الاخر نسى كاع شنو هو الموضوع اللي حنا مخاصمين على ودو، او نسى باللي داك الضرر اللي ضرنا، او نسى كاع حنا واش كاينين في الحياه. كاين بعض الناس خرجوا من حياتنا ما بقات عندنا بهم حتى شي علاقه، ولكن كتلقاي باللي كنخليو هذاك الكره وهذاك الحقد عايش في القلوب ديالنا، كيكرهنا في حياتنا، كيضرنا في نفسيتنا، كيخلينا متوترين معصبين مقلقين. علاش؟ لان كنبقاو نحيو في راسنا واحد الالام ديال زمان، وكنبقاو لا ما خصنيش ننسى. كتلقاي ناس كيقول لك لا انا حالف ما ننسالو هذه الحاجه، هي ولكن راه مني ما كتنساهاش، راه كتخليها في قلبك وكتبقى كتألمك وتعاود تألمك. بحال شي واحد اللي تضرب بموس مره وكيعاود يقبط الموس ويعاود يضرب راسه ويعاود يضرب راسه ويعاود يضرب. اذا حنايا اليوم كنبحثوا كنتواصلوا معكم على هذا الموضوع ديال التسامح. بغينا كل مستمعه الا كتحسي بانه انت عندك مشكل مع شي شخص،
ممكن يكون من الوالدين، من الخوت، من الزوج ديالك، من الوليدات ديالك، من الجيران، من الناس العمل، يعني المحيط ديالنا. أي إنسان عنده علاقات اجتماعية وأسرية متنوعة ومختلفة، ولكن هذوك الناس كيقدروا يغلطوا في الحق ديالك. واش كتبقاي رافضة في قلبك؟ واش هاد الشيء وصل شي خصومة أو قطعتوا بها روابط الأسرية؟ اتصلوا بنا، مرحبا بكم طبعا وبشهاداتكم. اليوم الغاية عندنا هو ندخلوا تحنا ربما بواحد نوع من الخيط البيض، ولكن كيف قال الدكتورة فدوى، هو كيفاش كل إنسان اللي شاد في خاطره وفي قلبه من حد آخر هو قلبه بعد يصفى أكثر من أي حاجة، ومن بعد لكم القرار ولكم الاختيار. رقمنا مفتوح لكم للتواصل معنا، مرحبا بكم مع الأخوات المستمعات. غزلان كنسلم عليك وعلى الناس ديال الرشيدية، الله يبارك فيك يا غزلان. احنا يا كذلك نسلموا على زينة، الله يبارك فيك، رمضان كريم لك كذلك، على ليلى، على جيهان، شكرا لك، وعلى التحيات ديالكم للدكتورة فدوى السعداني هاجر. عرفت، شكرا لك هاجر، شكرا، وصلتني الفكرة. طبعا أنا غير كناخذ يعني كنتقاسم معك أطراف الحديث. تبارك الله، الله يبارك فيك يا سوكا. احنايا شكرا لك. غادي ناخذ أول مكالمة معنا اليوم. كنهضروا على التسامح. الإنسان إلا شاد في خاطره، إلا يعني عنده واحد الكراهية أو حاقد على إنسان اللي أداه أو اللي وقع له معاه مشكل في الحياة، هذا الإنسان ممكن يكون من الوالدين، من الخوت، من الزوج أو الزوجة، من الأبناء، من المحيط المقرب ديالكم. كنعرفوا مثلا على أنه في المجتمع شائعة حالات خلافات أسرية كبيرة اللي كتوقع مثلا بسبب الورث. الورث اللي المفروض أنه فيه واحد السنة والشريعة أنه كيفرق، كيشتت عائلات بأكملها. كيفاش ممكن الإنسان كيف ما بغت كل حالة اللي عاش أو الظروف اللي مر منها، كيفاش ممكن يعمر قلبه بالتسامح كقيمة، كقيمة اللي منافعها أولا كثيرة، وأولا هترجع ليه بالنفع هو، لأنه خصو يرتاح. ممكنش الإنسان يبقى عايش هو حاقد، حاقد على شي حد أو على شي حادث طراله في حياته. فمرحبا بكم، وطبعا بكل ما بغيتوا تقدموه معنا وتواصلوا به معنا على رقمنا الهاتفي. أولا غناخدو أمينة، ثم غادي ناخدو سناء. أهلا بك أمينة. صباح الخير أختي سناء. مرحبا بك ورمضان كريم علينا وعليك. وسمح لي أول مرة كنتصل مباشر. مرحبا مرحبا. كشوية مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. والدكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية ديالنا معاك. أمينة، أنا غادي نلخص ربما الحالة ديالك. أنت كتشاركي معنا باش تحكي لنا على المشكل اللي كتعيشيه مع الزوج ديالك أمينة. بسبب التسامح حبيبة. نعم، هذه 19 سنة وأنت متزوجة. 13 عام. عندكم وليدات؟ عندي ثلاثة الوليد. هي تبارك الله، الله يسخر. أشنو المشكل اللي واقع مع الزوج ديالك واللي انتي حقد عليه؟ ماشي بتا كنهضر على التسامح، الحقد راني عايشة معاه. أنا على والو، راه كيف ما قلتش كواليس، ما عمرني الإنسان اللي ما داير صحابات ما داير جيران، ما كيعرفوش الناس سميتي، ما كيعرفوني مني كيدير فيا في الزنقة. نعم، كنسميني المرأة اللي كيضربها راجلها. هكذا ملقى بينك المراه اللي كيضربها راجلها، المراه اللي كيضربها راجلها، ولا هذه هي العلامه ديالك؟ هذه هي العلامه. ما كيعرفونيش سميتي، بكثرت ما كنخرجش. بالك كان الانسان اللي شاده الثقه، راه بغات تكبر غير وليدات، بالتسامح توصل حتى لثلاثه الوليدات. انا غادي تبدل، غادي تبدل، غادي تراجع، غادي ندم. كنعيط لوالدي، حتى هما الناس الله يهديهم ما كيخافوش الله. شنو السبب؟ الله اعلم. ملي كيجي كيقول لي وما عقلتش على راسي، ما درت، ما شعرتش براسي، سمحي لي اخر مره. كنعاودو وصلنا للمخزن غير البارح، نختصر لك حتى البارح. البارح انا خارجه نتقدى، كيعطيني المصروف ديالي يوميا، وانا راجلي مسك عليه الله. عنده وعندهم داك النوع اللي كيمشي شويه العربيه وباغي يبان العربيه، وانا في داري ابسط حوايج ما عنديش انا ولاولادي. جاي ما يمكن غلط شي حد فيكس. شي حد عيط قال لي يا سيدي راني غلطت في الفيكس، مع انا مرة غلط. عيط قال دخلت انا ما على باليش. قلت ليه كاين هنا مع ولدي الصغير، جا عندي قال لي كتعرفي شي واحد، شي واحد عيط لك الفيكس. وبدا يغوت ويضرب ومشى عند دارنا، ما نقولكش كيفاش خلاهم. انا عندي الوالده مريضه والوالد مريض. ملي كنوقفوا على ملي كنوقفوا الهضره على الصح، اشنو كيبقى يحلف وكيت بحال حقرني، كثرت ما كنسامح ليه حقرني. ما كيشد معك، ما كيشدش معك شي خط. قلت لي انت شوف، انا يوم قسما بالله
الا هي يوميا نهار الا ضحكت كنضحك نهار يومي ودارنا دائما هازين كيقولوا راه امينه قد... الا ما عيطش غير نهار في دارنا كيعرفوا انني اما راه ضربني اما راه دار لي شي حاجه وديما شطوني نجي باش كملت القضيه البارح كملت القضيه سير اللي بغيتي تطلقي كيقول هو انني لا مشى هو طلقني هو كيدير لي شي بغاني انا اللي نمشي نرفع دعوه وعارفني انني من نهاري ما عنديش من وكل ولادي لانه كيعطيني مصروف يوميا ما عنديش فهمت يعني انا كيدفعك باش انت اللي تمشي للطلاق طلاق مش انا هومي هذا كيقول لي ما سير هي تاخذ براس انا كيحط فيه شي حوايج ما كاينينش انني زدت عليه جنوي وانني ضربت وانني جاو دارنا مخلوعين قال لي توصلتي لهذا الشيء ودرت ومرات مرت بالعناد انني تقطع لي مصران مصران غتكون دكتور عارفه المشكل ديال مصران فتحت عليه في الاول ديال شهر جوج والاول ديال شهر ثلاثه فتحت ثاني هو لي مصران وصدق هو يدري كيقول لي طبيتي ليا في رزقي خرج الدراري المخزن وعنده اختي اش غادي نقول لك اختي امينه هنا دابا هذه دكتوره اللي معك كتهضر دكتوره في انا كندوي معك امينه لان ربما ماشي هذا هو النوع ديال التسامح اللي حنا كنهضروا عليه ملي كيكون الاذى متكرر ما كنهضروش على اننا نسامحوا الاخر هو باقي كيادي فينا ومازال كيادي فينا باش كنقدروا نسامحوا ملي داك الاذى كينتهي يعني صافي سالا وكنبداو صفحه جديده ديك الساعه ممكن ان يكون التسامح لان هذا الشيء اللي جرى لك امينه ماشي من سببه هو التسامح سببه هو انك سامحتي في حقوقك في واحد المده طويله ديال الزمان لان انا فاهمك لان الواحد ملي كيرجع مور الضرب كيقول كلام زوين وكيبين لك باللي الدنيا غتولي احسن وكيعترف بالخطا ديالو وكيقول لك صافي كلشي غيولي مزيان ولكن الواحد يقدر يتيق مره يقدر يتيق جوج مرات ولكن ملي كتكرر الامور مره وجوج وثلاثه وعشرة راه الزوج ديالك ما كيدير حتى شي حاجه باش ما يعنفكش بحال دابا مثلا البارح واحد غلط في الفيكس انت يشك فيك ويضربك ويمشي لداركم وهاد المسائل كامله باش في الاخر انت اللي طالبي بالطلاق يعني انت عارفه راسك باللي راك داخله في واحد العلاقه زوجيه اللي هي ماشي متوازنه واحد العلاقه زوجيه اللي فيها العنف وللاسف راه كنقولوها شحال من مره للاسف في البرنامج راه هذاك اللي كيضرب ويعاود راه للاسف قليل وقليل بزاف اللي كيحبس من الضرب يعني راه الاغلبيه كيبقاو يضربوا ديما الا الى تهت في الصحه ديالو او ليلى عيا او ليلى الا من رحم ربك الا سد ربي من عنده هو كتب العفو اذا هنا امينه انت الحاله ديالتك ربما خصك تشوفي جمعيات اللي تقدر تعاونك كيفاش ممكن انت تخرجي من هذا الوضع ربما تشوفي والديك خوتك الناس اللي يقدروا يعاونوك كيفاش انت تقدري توقفي على رجليك على الاقل في هذيك المده الاولى هادشي لان انا اللي فهمت هو ان هو كيحاول يدفعك للطلاق وانت اللي منعك من الطلاق هو الامور الماديه يعني ما بقات لا عشره مزيانه لا الحب لا القرب لا حتى شي حاجه اذا الا كنتي انت واصله لقضيه الطلاق من المهم ليك انت انك تاخذي بزمام الامور ما تخليش حياتك بين يديه هو لان مره يضرب على مره على مره على مره ما تقدريش تعرفي الامور فين توصل من ناحيه اخرى اللي ممكن يدار هو الا كان غيتوقف يعني يكون حد نهائي لهذا الشيء ديال العنف يعني يتلقاو حل يكون فيه ان ما عمره ما بقي يضربك ربما ان قدام العائله ديالك قدام الناس كاملين انه يدخل باللي راه ما عمره ما بقي غادي يضربك ويحاول هو يلتزم بهذه القضيه هذه او لا الا كان ضروري من ان الواحد يخرج من هذه العلاقه الزوجيه انك غادي خصك ضروري تحملي انت مسؤوليتك في حياتك باش تقدري تخرجي منها دان اش غنقول لك امينه ما نقدرش نقول لك باللي التسامح هو السبب في هذا الشيء اللي جرى لك ولكن التسامح الخاطئ هو اللي السبب ماشي التسامح بالمعنى ديالو ديال انسان اداني مره اداني جوج مرات وحبس من الاذى ديك الساعه نقدر نسامحه اذا شنو النصيحه انا النصيحه قلت لجوج الحوايج الاولى ولو انني كنظن باللي فايت هو وعدها ولكن ربما ان تاخذ من عنده واحد الالتزام باللي ما عمره ما باقي يضربها وهو يدير التزام على نفسه باللي يخدم على نفسه باللي يمشي يعالج نفسه باش ما يبقاش يضرب الزوجه ديالو الا ما كانش تقلب الصفحه كنظن باللي من المهم لها ان تقلب الصفحه ولكن باش تقدر تقلبها خصها هي بعدا تنمي نفسها يعني هي ساده على راسها امينه ما كتعرف حد ما كتخرج ما كتعرف جيران ربما ما عندها شي حرفه الوضع هي اللي كتقولنا ديال انا ما عنديش باش نربي الوليدات باش نوكلهم كنعيش بقوت يومي يعني لا تعطيني مصروف هاد الكلام او هاد الوضعيه راه بغيتك تشرحي ايضا دكتوره فدوى الله يجازيك بخير للاخت امينه اللي حنا بقلوبها بقلوبنا معها عفوا امينه ولكل السيدات اللي بحال امينه في هاد الوضعيه راه المراه يعني هي اللي حطات راسها في ذاك الموقف حتى واحد ما حطها فيه الا انت قابله على راسك تبداي المصروف النهار وانت كتاكلي العصا
راك غتبقاي فيها. الا انت بغيتي تخرجي وتهرسي هذا الشيء راه ممكن. وكاين حالات كثيره معلوم، كاين حالات كثيره، غير هو خاصنا نخدموا على الاستقلاليه. المشكل ديالنا هو ملي كتولي انتيا بحال اللي كنقولوا هو اللي كيوكلك ويشربك، هو اللي راه الله هو اللي كيرزق، راه ماشي الانسان. الانسان هو غير طريق ديال داك الرزق، وكيف ما كيتسد باب سيدي ربي كيحل بيبان ديال الرزق. اذا خصها تامن بنفسها دابا امينه، هي وجميع السيدات اللي في هذه الحاله، امنوا بنفوسكم باللي راكم قادرين ديري حرفه، ديري صنعه، ديري حلوه، ديري الى فايته قريه ديري دروس ديال التقويه للدراري، عطى الله ما يدار باش يولي عندك مدخول. وحاجه اخرى وكنظن باللي هذه مهمه بزاف، هو راه خصنا باش ما كان خصنا، ان كاين قانون، راه ماشي حيت ولد داك الوليدات ويقرر ان ما غيصرفش عليهم راه ما غاديش يصرف عليهم. وهذه من بين الحوايج اللي كتخوف العيالات، كتقول لك وانا الا طلقت غادي يبدا يرمي لي واحد جوج ديال الريال وما غاديش هذا. يعني باش ما كان عندك انت ما كنتيش خدامه هذا الراجل خدام، وها هي المسائل اللي كان كيصرف. يعني بهذه الامور هذه نورمالمون ممكن ان الواحد يوصل للمحكمه وان يقول ها هو المصاريف الحقيقيه ديالتنا، وان تعطى لك الحقوق ديالك وديال وليداتك. يعني ماشي خص عاوتاني كنلقاو باللي للاسف المراه كتولي واحد شغنقول لك ضحيه ديال هذه الامور هذه، ما تقدر تخرج من هذا الزواج، ما تقدر تطلق وتكون عندها الحقوق ديالها ديال وليداتها، ما تقدر تعيش بكرامتها في الزواج. اذا راه ماشي ممكن. يعني هذه بريز دوتاج ما عرفتش كيفاش غادي نقولها، مرهونه. يعني واحد المراه اللي ولات رهينه ديال هذا الزواج، ما هي جالسه فيه بخاطرها، ما هي خارجه منه بحقوقها. اذا حنايا بقلوبنا معاك وفي قرارات نفسك اكيد امينه، راكي عارفه شنو خاصك يدار، وانه واحد الحاجه اللي بغيتك الله يجازيك بخير امينه. وهذه انا في البرنامج دائما كنحاول ما امكن نتقاسمها مع الشابات المغربيات، مع بنات بلادي، مع النساء المغربيات. راه الكرامه ثم الكرامه ثم الكرامه، راه ما يمكنش نقولوا المراه مزوجه وهي كتاكل العصا بهذا الشكل هذا وبهذا الحقره، راه ما بقاش هذا زواج. راه الكرامه، خذي الكرامه ديالك حصلي عليها، ما غتلقايش ربما اللي غيعطيها لك، ولكن فرضيها، فرضي الاحترام ديالك. لانه الزواج هو مشروع حياه، مشروع كنبنيو فيه، فيه كنحققوا السعاده او كنبحثوا عليها، فيه كنطوروا نفوسنا، فيه كنحترم واحد الشريك ديال الحياه اللي هو حتى هو خصو يحترمك، مفروض عليه هذا الشيء في الدين ديالنا، في القانون، في السنه، فاش ما بغيتوا في كل الديانات السماويه. الزواج راه عشره، راه بالرحمه، راه بالكلمه الطيبه. اما هذا الشيء ديال العنف ونقولوا حيت صابره على وليداتك، لا لا، اليوم بزاف ديال التجارب كتبين على انه المراه المغربيه مراه قاده وحاره وما كترضاش على راسها الدل. يعني انا مش غير هضره باش ولكن هضره بغيناك تشجعي، خصك تخرجي من هذه الوضعيه لانك كتستاهلي احسن منها امينه. 13 سنه من عمرك مشات، شوفي شنو مازال القدام، شوفي وليداتك شنو جاي القدام، وشوفي المستقبل كله بعيون. حاولي تحلمي، راه ربي غادي يسر لك الامور. تحياتي لك امينه. غادي ناخذ سناء من القصر الكبير. اليوم موضوعنا هو التسامح، والكثير من التعليقات اللي كنقراها على الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات، واللي فيها السيدات كيتكلموا كثير على مشكل الارث، انه كيشتت عائلات. عندنا واحد الحاله، واحد الاخت اللي كتحكي لنا على انه توفات الام وتوفى الاب ديالها، وعلى انه من بعد ما وقع يعني الورث، تفرق الورث، هذا الشيء خلق لهم مشاكل كثيره مع العمات ديالها اللي هي حقد عليهم واللي هي هزه من قلبها عليهم. في هذه القضايا هذه ديال الورث، الا عندكم طبعا شهاده بغيتوا تقاسموها معنا مرحبا بكم. شنو المشكل؟ علاش كنشوفوا أسر كتشتت بحال هكا دكتوره فدوى؟ وكيفاش الانسان يتسامح وحقه مهضوم؟ هادشي اللي كيهضروا عليه الناس. انا كنظن باللي حنا كنساو باللي كل واحد عنده حق. وفي الارث كتبان بزاف هاد القضيه. علاش؟ لان هذاك اللي مثلا كيقول انا عندي حق في هاد الارث، ومثلا خص هاد الحاجه هادي تفرق باش انا ناخذ هذاك الحق، كيكون ما مزيانش الا كانت الجماعه قررت باللي ما داكشي اللي بغاو. اذا خصنا نفهموا، كنظن عندنا بزاف ديال الامور ديال الدنيويه ديالتنا، عندنا مشكل في الاخلاق، عندنا مشكل في احترام الاخر، عندنا مشكل في احترام ان واحد في خوتنا راه ربما محتاج لهذاك الارث دابا، عندنا مشكل في اننا نحترموا باللي راه ما يمكنش واحد ياخذ الكثير ويخلي الاخرين، ما يمكنش. هذه امور اللي خصنا نعاودوا نحيوها فينا، خصنا نعاودوا نحيوا الاحساس بالحق، باللي الحق حق.
كل واحد خاصو ياخذ الحق ديالو بالطريقه المرضيه للاغلبيه. اذا هنا كنظن بلي غنفوتوا بزاف ديال هاد المشاكل الارث الا قدرنا نوصلوا لهاد النقطه هادي، والا فهمنا شنو هو المعنى ديال الارث، والا فهمنا شنو هو المغزى ديالو من عند الله سبحانه وتعالى، هو ان عطى واحد الخير اللي كيدوز من واحد الفرد لواحد المجموعه باش هذاك الخير يبقى مستمر. يعني حرام ان هذاك الشخص خلى واحد الخير لوليداتو على ود هذاك الخير يولي البغضاء ويولي الكره ويولي والناس مكرفصه والناس ما عايشه شيء مزيان وهي راها عندها واحد الارث. دونك هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى كنرجعوا للنقطه ديال التسامح. بغيت ناكد على واحد الحاجه، راه المهم اننا كنسامحوا الانسان ملي كيحبس من الخطا، ملي كيكون الانسان باقي في الخطا ما يمكنش حنا كنسامحوا له هو كيخطا وحنا كنسامحوا له، داك الساعه كنفضلوا اننا نحبسوا العلاقه الا كان مازال غيخطا فيا الشخص. ولكن ملي الانسان كيحبس من الخطا ولو يكون ما اعتذرش ولكن حبس من الخطا، ديك الساعه كنقدر نبدا في الاطار ديال التسامح. غادي نمروا لسناء اللي معنا من القصر الكبير. اهلا بك سناء، مرحبا بك معنا على راديو اصوات في برنامج حديث مغزل. السلام عليكم اختي سناء، كيداير لاباس؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اش اخبارك؟ لاباس في دوله لاباس عليها الحمد لله. سناء مرحبا بك، ربي يخليك الله يرحم والديك. انا عندي مشكله مع الوالد ديالي. اها. انا الوالد ديالي كان عسكر متقاعد وملي خرج يعني سمح فينا وبقى غير كيتصاحب مع النساء ومع البنات المهم انا تعطلت في الزواج. وتعطلت يعني تعرفت على واحد السيد خرجت معاه، يعني خرجت معاه هكايا، يعني مشيت نخرج معاه درت معاه علاقه، كنت كنخرج عادي يعني كنتعرف عليه كنقول باش نعرفه هو يعرفني يعني ندرسوا بعضياتنا. المهم ملي جاي الدار يخطبني ما بغاش الوالد ديالي، قال لك لا ما تاخذوش انت كنا في العروبيه. قال لك لا ما غاديش تاخذيه، لا ما ديش هو في العروبيه انت نتلك انت جالك. المهم قطع الحاله المدنيه كاع الا ديتيه. انا ذاك الانسان كنت كنبغي وعرفت راجل درويش صافي بغيت نكمل معاه حياتي. المهم اللي ديته هو ما فراتوش انا خرجت معاه، دابا ملي ولات معاه جوج الوليدات مؤخرا ساق الخبر بلي انا كنت كنخرج معاه وهذا صافي جرى عليا من الدار، قال لي انت وسختي لي الكرامه ديالي وسختي لي الشرف ديالي. دابا هذا الشيء هذا كامل مصاب وكان غير معي جرى عليا، وهكا كنقول ما ناخذش الصخ ديالو كنمشي عنده على وجه امي كنمشي كنقول بو كيداير لاباس داخل كيدور وجه الجهه الاخرى ما كيبغيش يهضر معي. دابا اليوم ولا كيدير العنف مع ولادي، دابا هذا هو اللي كيضرني بزاف، وعاد كيفضل عليا يعني خوتي الاخرين ملي كنت صغيره كيفضلهم عليا. دابا اليوم كنقول له الدعوه بسم الله وكنقول له انا خايفه من ربي يعني ما بغيتوش يعني كنقول حيت معصبه صافي. فهمت فهمت، ولكن كضرك هذه الدعوه يا كسناء، كضرك لانك ما قادره شيء. معايا هذاك الشيء خايب، انا كنتنظر هو كيخرج يعني ما كيبغيش يخليني نشوفه ما يشوفنيش في وجهي. انا كنظن ماشي مشكل هادشي، ماشي قضيه ماشي مشكل، هادشي اللي كتعاودي كيضر بزاف، ولكن بغيت نوصلك انك تقدري انك انت تعايشي مع الوضع. كيفاش غتعايشي مع الوضع؟ يعني انت كديري المجهود وكتمشي للدار ديال الوالدين ديالك، الام ديالك اللي كتستقبلك راك غادي تشوفيها وغتحيي معها الرحيم، هو راك كتعاودي تجي كل مره من جهته وكتعاودي تحاولي تجددي معاه العلاقه، ولكن ما حدو هو رافض، يعني حاولي تقبلي بلي هو دابا رافض وحاولي ما امكن انك تحمي وليداتك من هذاك الضرر اللي يقدر يضرهم. فقط لاحظتي بلي ملي بديتي كدعي في الاب ديالك انت اول وحده ضريتي، يعني قبل من ان هذاك الدعوه واش توصل او ما توصلش واش الله سبحانه وتعالى يقبلها او ما يقبلهاش، انت ضريتي غير محيت كتقولي هذيك الكلمه. اذا انا النصيحه اللي نعطيك هو انك ما تدعيش فيه، دعي معاه، دعي معاه بالهدايه، دعي معاه بالرجوع لله، دعي معاه بان الله يحنن قلبه عليكم، دعي معاه ان الله ينور البصيره ديالو باش ما يبقى شيء اعمى، ما يبقى شيء كيشوف غير من وجهات نظره هو، دعي معاه ان ما يبقى شيء هو في هذا التحجر هذا اللي عطي هذا اللي ضاروا بهذه الطريقه وضاركم انتم كعائله. اذا حاولي ما امكن ان ديك الدعوه فيه قلبي هالدعوه معاه، هذه من جهه، من جهه اخرى عيشي حياتك مع الزوج ديالك مع وليداتك، انت عارفه الحمد لله باللي انت ما خطاتيش وعارفه باللي ما ضيعتي لا الشرف ديال الاب ديالك ولا ديال العائله ديالك، وباللي راكي كنتي يعني تعاملتي بطريقه طيبه وباللي ما درتي حتى شي حاجه خايبه، يعني ثقي في نفسك، امني بنفسك، عيشي مع وليداتك، بقاي كتجددي به صله الرحم ولو يدور عليك وجهه، قول له السلام عليكم، واخا يدور عليك وجهه نتمنوا ان واحد النهار قلبه غادي يحن. ومن جهه اخرى شوفي الام ديالك، ما تحبسيش راسك على العلاقه مع الام ديالك، والوليدات ديالك الا شفتيه كيعنفهم او كيعاملهم خايب شرحي لهم الوضع، قول لهم راه ربما لانني انا خديت قرارات في حياتي اللي هو
هو ما متفقش عليها وهذاك الشيء علاش كيتصرف معنا بهالطريقه هذه، ولكن حنا واخا هكذاك غنبقاو كنكنوا ليه الاحترام حتى ان شاء الله ربي يهدي وانه هو يتراجع. وكيفاش ما تبقاش تتالم من هذا التمييز اللي كيدير باها معها، يعني كيفضل عليها خوتها كيحقرها بهذا كيدير لها المساومه الشونتاج مساومه عاطفيه، وهذا الموضوع سبق لنا تكلمنا عليه في البرنامج. باش ما تتالمش خاصها تقبل باللي السعاده ديالتها هي ما كايناش بين يديه هو. يعني خاصك تحرري من انك تقولي هو اللي غادي يعطيني السعاده او هو اللي غادي يعطيني الرضا او هو اللي لان احنا نتفقوا باللي الرضا والسخط ديال الوالدين شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، ولكن مهمه في الخير. يعني ملي كيكون الانسان كيرضى عليك لانك كدير شي حاجه فيها الخير او لا كيغضب عليك لانك ربما كتخطا، هنا راه كيكون توجيه ديال الوالدين ونوع ديال التربيه. ولكن ملي كيوليو الوالدين كيستعملوا السخط والرضا وكيستعملوا التمييز بين الوليدات وكيوليو كيحقروا هذا وكيديروا الفرزيات بين هذا وهذا، هادشي كله باش انت ما تكونش عندك حتى شي حريه. يعني كطفل كولد او كبنت ديال داك الراجل ما تكون عندك حتى شي حريه في القرار، هنايا كنقولوا للوالدين لا، هنايا راكم خطأتوا ولو انتم والدينا وفوق راسنا وكنحترموكم، ولكن ملي الوالدين كيخطئوا بهالطريقه ما كنقبلوش بداك السخط وبداك الرضا، ولكن كنبقاو كنحاولوا ما امكن لان الله سبحانه وتعالى امرنا بهادشي، كنبقاو ما امكن اننا كنبقاو في صله الرحم معهم. الله يعاونك ولقاي سعادتك سناء، الله يعاونك، انت اللي عليك راك دايره الواجب. الله يهديه الله يهديه الله يهدي هاد الراجل او الاب ديالك. حنايا غادي نجاوبوا ناخذوا كذلك نعيمه معنا من دار بيضاء. اميمه اللي كتكتب لي سلام اختي سناء، انا من مكناس في الحقيقه هي ما كتقدرش تنسى ولا تسامح، طراو ليها بزاف د المواقف مع العائله ودابا كتهضر معاهم، ولكن ما كتقدرش تنسى الظلم ديالهم ولا تسامح ليهم. الناس اللي بحال الاخت اميمه كيوقعوا لهم هاد المواقف مع العائله، مع النساب، عائله الراجل، عائله المراه، كيوقعوا خصومات، كيبقى هذاك الشيء متراكم. كيفاش الانسان يصفي راسه خاطرو باش يرتاح مع راسه؟ دكتوره فدوى، انا غنعطي واحد جوج ديال هذا التمارين، غادي نقول تمارين الواحد يديرهم. علاش انا كنقول باش كيف ما كنخملوا دارنا خصنا نخملوا نفسيتنا، ما خصناش نخليو الدار الداخليه ديالنا كلها فاقوت الروينه وفاقوت التخربيق مخشي تحت الفراشه. وكاينه التخميله ديال العواشر ديال العيد الكبير، داك الشيء خصنا دابا بعدا خصنا نخملوا دابا بالعيد، العيد الصغير بعدا نشوفوا ان شاء الله العيد الاضحى. الوغ يعني التخميله شنو معنيتها؟ اول حاجه الا كان ممكن انني نمشي عند هذاك الشخص اللي اداني ونتكلم معاه ونقول له فلان فلانه راك اديتيني في الموقف الفلان فلاني. علاش؟ لان بعض المرات ملي كنهضر مع الشخص الاخر حتى هو كياخذ بعين الاعتبار ذاك الاداء وكيقدر يطلب السماحه وكيجينا اسهل اننا نسامحوا ليه. هذه الا كانت ممكن كتكون احسن طريقه، ولكن ملي كنجي نقول لاخر راك اديتيني ما كنقولهاش ليه بواحد الطريقه كنعنفوا فيها او كنعايروا او كنقلل منه او كنقلل عليه الاحترام. بالعكس انا هي كنبين له باللي راه ذاك التصرف ديالو راه اداني وباللي انا كنفضل نقولها ليه باش ما يبقاش بيناتنا لا حقد ولا بغضاء. هذه التمرين الاول اللي ممكن. إلا ما كانش ممكن أي واحد فينا يقدر يدير واحد الكرسي، أنا كنقول الكرسي الفارغ، هذاك الكرسي الفارغ كنحطو فيه بالمخيلة ديالنا أي شخص اللي ضرنا وكنقولوا ليه داك الشيء اللي بغينا نقولوا ليه ولو ما نقدروش نقولوا ليه في الحقيقة، كنعبروا على هذاك الشيء كله اللي جرى لينا من جهته، باللي راه أدانا في الحاجة الفلان فلانية، باللي راه حنايا بغينا نسامحوه ولكن باللي راه ماشي سهل علينا، وباللي راه حنا غنخدموا على هاد المسامحة، وباللي راه يعني كأننا كنهضروا مع الشخص لأن هذاك التفريغ كيسمح لنا باش نرتاحوا. والتمرين الثالث هذا ضروري غادي نقوله هو ان كل نهار كل نهار ملي كنساليو النهار نقولوا شنو اللي عندنا زوين وشنو اللي عندنا خايب، اللي عشناه مزيان نخليوه واللي عشناه خايب نخرجوه بحال اللي كنخرجوا في الاخر النهار الازبال ديالنا. جميل جدا. نعيمه معنا من الدار البيضاء، اهلا بك نعيمه. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورادي سناء. دابا بان لي انا والدكتوره اصواتنا كتشابه معك سناء، انا غندوز لك الدكتوره نعيمه. انت مطلقه وعندك ابن من طالق ديالك، الظاهر على انه كيحرمك تشوفي ولدك. لا لا ولدي معايا، هو اللي ما عمرو شافه. هو ما عمرو عرفه ولكن انا كما قلت الموضوع ديال التسامح، انا ما عمرني زعما قلت ولدي كنحاول نبعد من داك المشاكل وشي، ولكن التسامح انا ما عمر جا شي واحد وبغى يشوفه منعت عليه.
ولكن هو ما عمر سول ما عمر رجع. كان حاول دابا مع ولدي باش نقول له خاصك تشوفه، قال لي هو اللي قرر، قال لي انا ما بغيتش نشوف. شحال في العمر ديال ولدك دابا؟ عنده 15 عام. 15 عام. انا كنظن بلي ما تحكريش على الوليد ديالك نعيمه، لان دابا هو يمكن مازال ماشي في الطاقه ديالو انه يقدر يدير داك الخطوه من جهه الاب ديالو. يمكن ملي غينضج اكثر، دابا هو في 15 عام راه وقت ديال المراهقه والوقت ديال الثوره، صعيب ان في الوقت ديال الثوره يمشي هو يتقرب من الاب ديالو اللي مسامح فيه من هذه المده. انا كنظن خليه مازال شويه ديال الوقت، غادي يزيد ينضج، وربما هو واحد النهار غادي يلقى بلي عنده القدره انه يسترجع العلاقه مع الاب ديالو، ربما انه يسامح ليه، ربما انه يعاود يعيد معاه صله الرحيم. وتبارك الله عليك نعيمه، لانك درتي واحد الحاجه اللي هي مهمه، هي انك كنظن ما كتحاوليش انك تخسري الصوره ديال الاب في العينين ديال الولد ديالك، بالعكس كتحاولي تخلي على الاقل واحد الجانب شويه ايجابي. كل السيدات اللي في الوضعيه ديال نعيمه عفوا اللي تفارقوا واليوم كيعيشوا مستقلات، ولكن كيبقى هذاك الطليق اللي هو الاب للوليدات ما كيقلبش عليهم وما كيديرش الواجب. المراه كتعيش وكتحس بانه ولدها ولا وليداتها خاصهم باهم، وما كتبغيش تكحل الصوره ديالو، ولكن كيفاش مع راسها تسامح، يعني تسامح باش ترتاح نهائيا. هي باش ما تحش بالذنب، ما تقولش انا راني فرطت في شي حاجه. لا، هي بعدا اولا خصها تسامح نفسها، هذه اول حاجه، ما عندهاش علاش تحس بالذنب، لان ما وصل الانسان للطلاق الا لان الحياه ولات مستحيله. حتى شي واحد ما كيمشي للطلاق بالفرح وبالسرور، خاصه ملي كيكونوا الوليدات. يعني المراه كتسول راسها عام وعامين وثلاث سنين قبل ما توصل للطلاق، ولكن الا وصلت للطلاق ربما لان الوضع اللي كان عايش فيه ذاك الوليد في وسط الزواج كفس من الوضع اللي غيعيش فيه مورا الطلاق، وهنايا ما تحملش راسها مسؤوليه الزوج. الزوج اللي كيبقى مسامح في وليداته، الاب اللي كيطلق وليداته، انا فايته قلت هذه الكلمه، كنطلقوا المراه ما كنطلقوش الوليدات، من الراجل اللي كيولي يطلق وليداته راه هو اللي مسؤول على هذيك القطيعه. اذا ما تحملش راسها هي هذه المسؤوليه. اللي ممكن اللي ضروري ديريها نعيمه هو ان باش ما كان هو انت عارفه باللي انت راه داك الطليق ديالك راه هو اللي ضيع راسه في اللحظات الزوينه اللي كان ممكن يعيش مع ولده، وراه هو اللي ضيع راسه في العلاقه اللي كان يقدر يخلق مع الولد ديالو. حتى ولدك مهم يعرفها، مهم يعرف باللي للاسف راه ضيع راسه قبل ما يضيع ولده. وكل ما كانت فيه شي حوايج مزيانه، دابا هذا الجانب الخايب احنا عرفناه، ولكن في الغالب غتكون فيه شي خصال مزيانه. الا قدرتي مثلا مره كتعبري على هذيك الخصال المزيانه، كتبيني باللي راه كاين واحد شويه ديال التوازن، باش حتى الصوره اللي كيبني ولدك على الاب ديالو ما تكونش كحله 100%، يكون فيها واحد الجانب ديال شويه الايجابيات اللي تخليه يقدر واخا هكاك يبغيه. الا قدرتي ديري هذا الشيء راه غتكوني درتي واحد الخير كبير. غير هو ما تلزميش على ولدك نهائيا انه هو يجدد به الصله، على الاقل حاليا خليه بشويه عليه هو يوصل ليها بوحده. انت اللي مهم هو تدوزي ليه المعنى ديال التسامح، دوزي ليه باللي راه بعض المرات راه يقدر الاخر يكون ما عارفش راسو اش كيدير، تقدري دوزي ليه باللي راه الانسان كيخطا وما كيكونش حاس بالخطا ديالو بالوقع ديال الخطا ديالو. هادشي كلها يعني مفاهيم زوينه اللي تقدري دوزيها للولد ديالك، وواحد النهار مني هو غيحس براسو قادر يسامح وقادر يمشي عند الاب ديالو، وهو غادي يدير ديك الخطوه. تهلا في راسك نعيمه وفي وليدك، الله يحفظه لك وتشوفي ان شاء الله فيه كل ما كتمناي. الله يصلح الشان ديالو، الله يكرمك به، والله يكرمكم كاملين بوليداتكم. حنايا غادي طبعا نختموا الحصه ديالنا اليوم. كنشكر كل من كيتابعنا عبر اثير اذاعه اصوات، عبر مواجهتنا المختلفه في كل انحاء المغرب. تحيه لكم انتم اللي كتابعونا عبر موقعنا والبوابه ديالنا راديو اصوات نقطه ام. شكرا لك دكتوره فدوى السعداني، الله يكرمك تانتي. اللهم امين ويكرمكم جميعا، والجميع اطيب الاماني وكل ما في نفسكم يا رب في هذا العشر الاواخر. وكندعي في الاخير مع فاطمة الزهراء بن شرقي اللي هي طالبه وتلميذه عندها الباك هذه السنه. كنقول لك فاطمة الزهراء واصلي، تابري، اجتهدي، عمر المجهود والعمل ما كيضيع الاجر ديالو. الله يوفقك والله ينجحك في الدراسه ديالك وكل وحده فيكم مستمعاتنا وصديقاتي الغاليات. كندعي من الله العلي القدير ينولها داكشي اللي في خاطرها واللي في بالها ان شاء الله، ونصلحوا نفوسنا قبل ما نصلحوا امور اخرى. يلا شكرا لكم، ما كنسخاش بكم. غدا